وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من الجزائر الكاتب والصحفي الجزائري الأستاذ عبد الوهاب بوكروح. أهلا بك. بداية قبل أن نخوض بتفاصيل الاشتباكات، هل لك أن تطلعنا عن كم تنتج الجزائر من النفط وكم يعود إليها سنويا مردود؟ مساء الخير سيدتي. معروف أن الجزائر من البلدان الهامة المصدرة للنفط في منطقة شمال إفريقيا. إنتاجها اليوم هو حوالي 1.5 برميل يوميا من البترول، وحوالي 150 مليار يعني قدم مكعب يعني متر مكعب من الغاز. مداخلها يعني هذه السنة بلغت 55 مليار دولار. طيب، ألا تكفي في استثمار مشاريع قد تقلل من البطالة والفقر، وخصوصا أيضا أن الجزائر من أكبر الدول المنتجة للتمور؟ الجزائر كما تعلمين سيدتي يعني هذه مفارقة للأسف الشديد، أنه خلال السنوات العشر الفارطة حاولت يعني استثمار الكثير من يعني مبالغ كبيرة جدا، يعني بلغت إلى اليوم حوالي 200 مليار دولار، ولكن الاستثمار كان موجه نحو البنى التحتية في الطرقات وبناء مدارس ومستشفيات وجامعات، ويعني غبت الطرف قليلا على القطاعات التي تنتج ثروة وتنتج مناصب شغل، وخاصة مثلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كان بإمكانها أن تستوعب يعني أعداد هائلة من 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 المواطنين الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل. أنت تعرفين سيدتي أن الجزائر سنويا يصل حوالي ربع مليون يعني طالب للشغل، وهو ما يجعل الكثير من هؤلاء لا يجد فرصة يعني مناسبة، مما دفع بأرقام البطالة إلى مستويات يعني مرتفعة جدا. هي ربما اليوم بلغت 10% على الاوراق رسميا، ولكن في الحقيقه ارقام البطاله اعلى بكثير من هذا من هذا من هذا المستوى، مما وضع الكثير من الفئات الشابه في ترك العيش، وربما دفع بهم الهروب الى فضاءات اخرى والى مناطق اخرى. نعم صحيح، يعني حتى بعض المنظمات حقوق الانسان بعض الاحصائيات اشارت الى ان نسبه البطاله في الجزائر تتعدى 40%. فعلا الارقام يعني الرسميه تقول انها عند 10%، ولكن في الواقع في الميدان هي الارقام مرتفعه كثيرا، وربما تتجاوز الرقم سيدتي. في اوساط الشباب مثلا اقل من 35 سنه ازيد من 70% من هؤلاء من هذه الشريحه هم بطالون. ايضا من بين الخريجين من الجامعات والمعاهد اقل يعني اكثر من 25% في اوساط الخريجين المعاهد والجامعات، وهو ما يزيد من الضغط على يعني سوق الشغل. نعم. طيب، أثار إعلان السلطات الجزائرية مؤخرا عن انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى حدود 11% موجة من الجدل في الوسط المحلي، خاصة وأن بعض الجهات الدولية قدرتها بأكثر من 30%. تفاصيل في تقرير أحمد مجعاش من الجزائر. على قارعة الطريق يلتقي العاطلون عن العمل كل صباح في انتظار أصحاب ورشات البناء الذين يفضلون الاستعانة بهذا النوع من العمالة لتكلفتها غير الخاضعة كما يقولون لقوانين سوق العمل. يومية العامل بهذه الطريقة لا تزيد في المتوسط عن 500 دينار، مبلغ ضئيل يدفعه عددا من هؤلاء العاطلين على اختلاف أعمارهم إلى المطالبة بتدخل الحكومة لتوفير وظائف مناسبة لهم في إطار البرامج الاجتماعية المخصصة لمحاربة البطالة. الحكومة تقول إن العاطلين عن العمل لا تتعدى نسبتهم 11%، وتتحدث عن تنفيذ برامج تشغيل مكنت من استيعاب الطلب الكبير على سوق العمل، ورفعت أيضا من استيعاب الحجم المرتفع للبطالة الذي كان في سنوات قليلة يفوق 30%. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المعارض السياسي الجزائري محمد العربي زيتوت. سيد محمد أهلا بك. مرحبا بك. شيء إيجابي ولا شك يعني أن تتراجع نسبة البطالة إلى 11%. يا ليت كان ذلك صحيح، هذه الأرقام ليست صحيحة ولا أحد يصدق ذلك. لأن باختصار بسيط منظمات دولية كثيرة وأيضا منظمات غير حكومية في الجزائر تقول أن النسب على الأقل تتراوح ما بين 30 إلى 35% فيما يخص البطالة. Les jeunes diplômés algériens semblent pourtant attendre peu du scrutin à venir. Avec un taux de chômage de 21% et alors que les deux tiers de la population a moins de 35 ans, l'Algérie peine à donner un avenir aux nouvelles générations. ضف إلى ذلك أن عدد النساء غير محسوب ضمن هذه الإحصاءات،
وفي الجزائر طيب لا أحد يصدق. يعني تبين في هذه الإحصاءات لها علاقة بالعينة المأخوذة، بمعنى أنها يعني تضم أعمار معينة، نساء رجال كذا، هذا هو الفرق؟ لا، الفرق في من يقلون عن 30 سنة نسبة البطالة فيهم تصل إلى حوالي 75%. هناك عدد ضخم جدا من الشباب بدون شغل، ولذلك نجد هذه طبعا إحصائيات غير حكومية قد تشكك بدورها الحكومة في ذلك. المشكلة أن حتى وزراء الحكومة لا يصدقون ما تقول الحكومة. شهدنا أكثر من وزير يعارض وزير آخر على العلن، بل شهدنا رئيس الدولة فقط قبل يومين يقول أن الوزراء يكذبون عليه، وشهدنا رئيس الحكومة الراهن يقول أن المافيا استولت على الدولة. هناك فوضى عارمة في الجزائر، كثيرون لا يعرفون ذلك للأسف، لكن هناك فوضى عارمة. ليس هناك سياسة تشغيلية، ليس هناك سياسة تكوينية، ليس هناك سياسة اقتصادية لا زراعية، هناك فوضى شاملة بدأت طبعا منذ 92 ولكن استمرت. نعم، يعني لا نريد أن نتشعر في ذلك، لكن الرئيس الجزائري مثلا قال، تحدث عن إتاحة 3 ملايين فرصة عمل في خطة بين عام 2009 و 2014. في الأوراق ممكن، يعني ممكن أن تضع حتى 10 ملايين، لكن في الواقع هناك طرد لمئات الآلاف من العمال، تم طردهم، غلق آلاف الشركات والمصانع، بيعت كثير من المصانع بالدينار الرمزي وأعطيت لكثيرا من المقربين من الحكومة ومن النظام. يعني أنت دائما تشكك في كلام الحكومة، ولكن أنا لا أشكك، يعني أنا أنتقل. هناك إحصائيات دولية، هناك إحصائيات دولية تتحدث عن ذلك، تقول أن مثلا في النظام البنكي هو من بين الأسوأ في العالم، إلى كل الأسوأ النظام الضريبي هو الأسوأ في العالم. ولكن يعني هناك منظمات دولية معترف بها، ليس الكلام من عندي. يعني نعم، ولكن هل تشك أن الرئيس بوتفليقة وهو الذي يسعى لمنصب رئاسي في الانتخابات المقبلة أيضا يسعى بشكل جاد للتخلص من هذه المشكلة، هو والحكومة في الجزائر؟ على مستوى الخطابات، يعني لكن الرئيس بوتفليقة منذ 99 وهو في الحكم، عندما جاء الحكم سنة 99 كانت الجزائر تستورد ما قيمته 10 ملايير، الآن الجزائر تستورد ما قيمته 40 مليار، 80% من الغذاء الجزائري مستورد. طيب، هذه إحصائيات يعني حكومية أيضا. بالنسبة لك، ما يعني دائما نتحدث عن مشاكل ولكن دون حلول، الحلول ما هي؟ ماذا نفعل؟ الحلول أن يكون هناك نظام شفاف، أن يكون هناك إدارة شفافة، أن تكون هناك كفاءات في المناصب، أن لا تكون المناصب تعطى لزبانية النظام وللمقربين منه، وإنما أن تعطى بالكفاءات وحقيقة لمن يستحق هذا المنصب لكي تدار. الآن العالم يتحدث عن الحكم الصالح والحكم الراشد، ما يسمى بالgood governance أو labon governance. نحن هناك سوء نظام وسوء إدارة كاملة، لذلك للأسف نتجه نحو فوضى. ماذا عن السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتخصيص؟ يعني لا أتوقع منك أي شيء إيجابي طبعا. لا، ليس الحكومة، ولكن لا، القضية ليست نحن لا نعارض، لأننا نعارض. طيب، المعارضة، لكن هناك وقائع. ما قاموا به للتخصيص في عدد من المؤسسات، ألم يساعد ذلك أيضا على خلق فرص؟ الحكومة في ذاتها والمنظمات الدولية كثيرة تقول أن عملية التخصيص كانت فاشلة تماما، لأنها بيعت كثير من المصانع والفنادق بالدينار الرمزي وأعطيت قروض للناس وثم لم يعيدوا هذه القروض. بالأمس فقط أعلن عن مسح ما قيمته 41 مليار دينار من ديون ما يسمى بفلاحين، أغلبهم ليسوا فلاحين وإنما أغلبهم استولوا على أراضي وأخذوا قروض، ثم بعد ذلك يأتي الرئيس ويمحي هذه الديون. شكرا جزيلا لك المعارض السياسي الجزائري محمد العربي زيتوت. شكرا جزيلا. شكرا. Les jeunes diplômés algériens semblent pourtant attendre peu du scrutin à venir. Avec un taux de chômage de 21% et alors que les deux tiers de la population a moins de 35 ans, l'Algérie peine à donner un avenir aux nouvelles générations. اللي ما عندوش يموت. هذه ما عطوناش الموال، لو كان هاد اللي جان يكسر تعطي لهم الموال تحاور معاك، ما كان ما من تشكي ما من تحكي. هو راه مواطن جزائري غير في الكوارت،
كاش وراه مسؤولين هذوني نهضروا معاهم وراه ما شكون يسمع لك تحب دير حاجه وشكون عطيني حق ومن بعد حاسبني كيما ندير شو واجبات ديالي تما حاسبني بصح انت ما عطيتني والو سي بيان سور هذا انسان ومطرطك ها هو لهنا رانا فايدين تما هاديه وكابا بغيت تحط طرطك اكثر بيسك هاد لي جان هادو ما راهم سي بون ما كاش ونسي نحاو المارشيه تاع برا تيزي بوليس بالقلوزه يسبك يقلب لك طابله ومن بعد يسيزيك انت باك سلف دراهم باش تدي مالك شو ما تسترزق يسيزيك. Les jeunes diplômés algériens semblent pourtant attendre peu du scrutin à venir. Avec un taux de chômage de 21% et alors que les deux tiers de la population a moins de 35 ans, l'Algérie peine à donner un avenir aux nouvelles générations. Précaires, ces jeunes réclament d'être titularisés. Plus généralement, c'est la difficulté des jeunes Algériens à trouver un emploi stable qu'ils dénoncent. C'est un message clair que nous envoyons au président. Nous demandons de vrais emplois qui correspondent à nos diplômes. Car tout ça n'est qu'une mascarade, une farce, une farce. Moins touché que ses voisins par la crise, l'Algérie profite de l'envolée des prix du pétrole pour afficher une prévision de croissance supérieure à 2% en 2012. Mais cette bonne santé apparente ne cache guère le manque de débouchés d'une économie encore très largement dépendante de la rente pétrolière. Les jeunes diplômés algériens semblent pourtant attendre peu du scrutin à venir. Les deux tiers de la population à moins de 35 ans, l'Algérie peine à donner un avenir aux nouvelles générations. Tous les partis politiques veulent se remplir les poches et partir. Mais qu'y a-t-il pour la jeunesse? Les jeunes Algériens souffrent, sacrifient beaucoup de choses, travaillent dur. Et quand ils obtiennent leur diplôme, ils sont au chômage.